السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح نتكلم عن انطباع عالي سماعة الايربودز ماكس، وراح نتكلم لكم برضو مقارنة بما انه هو يمتلك السوني ام اكس 3. كبداية راح نتكلم لكم عن النقاط اللي كاتبينها الشركات ثنتينهم. علي راح يقول لكم النقاط كلها، فالمايك عند علي. ما تقصر اخوي احمد. اوكي، اول شيء نتكلم عن الكيسز. سوني تيجي معها كيس حقيقي تستخدمه ليش، تحطه في الشنطة عندك، شيء حق السفر، كيس حقيقي. أبل هذا ما يعتبر كيس، هذا يسمونه الكيس اللي يحتاج كيس بالضبط. يعني ما أنا ما أشوف إنك يعني تحمل معدن يبي له كيس بالعربي. أوكي تعبوا نفسهم بس حق أبل ممكن تسوي لك بعد السنة الجاية إن نزل لك كيس تنباع منفصل، كيس حق الكيس. أوكي تفتح الكيس هذا البرزنتيشن عامه ابل، تفتح بس هذا الفلوب وتطلع دايركت. اذا حطيته داخل يصير له باتري مود، اي لان فيها ماجنت وفيها اشياء نتعرف على الكيس عشان تدخلها في ويظل عندك فتحه التشارج عشان تشحن. السوني لا، حرفيا ما يصير عندك فتحه تشارج، ما عندك فتحه شيء. عندك هنا الكيبل هيدفون جاك، محول الطياره اللي الحين بعض الطيارات يستخدمونه، وعندك الشاحن نفسه موجود داخل هنا، صغير جدا موجود بس على الاقل موجود عندك هنا، ما تقدر تشحنه وانت محطوط في الكيس كلش. طبعا سوني تقدر تستخدمها مع اي جهاز، يعني اي جوال، اذا كنت عندك تطبيق ابل لا. ابل اذا تستخدمها مع اندرويد ما تقدر تحدثها، وما تقدر تستخدم يعني كل فيشر تحول من الشغلات عن طريق اللي هي الجهاز نفسه، لازم تحول يعني الترانسبيرنسي والنويز كانسلنج، لازم تستخدم الحبه وما تقدر تحدثها، وما تقدر تستخدم سبيشال اوديو بعد. حرفيا معقمه اللي هي الاستخدام مالها في الاندرويد، عقيمه الاستخدام مالها في الاندرويد واجهزه ثانيه. سوني لا، سوني ما فرقت معك اي جهاز تستخدمه، لازم تنزل برنامج حقها يعني وتستخدمه، موجود البرنامج وتحدثه وغيره وكل المواد. هنا السوني بلاستيك، طبعا بلاستيك، لكن بلاستيك أردى نوع البلاستيك موجود. ما بقول أردى نوع بس ما هم في أنواع من البلاستيك يكون هي لأنها هي من الكبارية النويز كانسلنج. الناس اللي طلعون فيها إنه الكواليتي الصوت مالهم ممتاز، ما بيعني خطير بس ممتاز، والعزل مالهم ممتاز جدا، والراحة مالت يعني كبيرة جدا، بس ما يستاهل الماتيريال مالهم بطريقة. أبل خطيرة جدا يعني لأن معدن، أكثر من كذا ما في. هنا ألمنيوم، هنا ستانلس ستيل كامل اللي فوق. أوكي. معدن كلش. الفوم ممتاز فيهم ثنتينهم. الفوم الماتيريال المحطوط على الفوم نوعا ما كنا جينز. أوكي. قماش. القماش إيه. الجلد اللي عند سوني فو جلد، مو بجلد حقيقي. ومع الوقت مع العرق وغيره هذا بيتقطع نوعا ما، هذا بيصير احسن. وثاني شيء التبديل ماله افضل، هذا التبديل بس تشيل الماجنت وتروح تركب هنا الجديد. راح تصرف سماعه ثانيه سوني. اي هذا حرفيا بس بيشرب عرق وسخ، تقدر تغسله اذا ماي وتنشفه، او انك تشتري لك واحد جديد بطريقه اسهل وغريبه جدا. يعني ما مره حد يقول لك ابل هي احسن واحده في انك تغير قطعه ولا تغير الجهاز كامل. هذا شيء غريب وجديد. طبعا اثنينهم الفوم مالهم ممتاز جدا. ابل نوعا ما الفوم اكبر واريح بشوي نوعا ما، منتفخ اكثر. اوكي لان منتفخ شوي. اتوقع ان سوني مع الاستخدام يقل الفوم اثنين. طيب بس هنا سوني لازم تبدلها السماعة كامل، تشتري واحدة ثانية. هنا تقدر تشيل هذه وتبدلها أو تشتري ألوان ثانية، ما أدري تقدر. مثل ما قلت تشتري ألوان ثانية. عندك هنا اللي يعني التبديل، عندك هنا الرأس، بعد عندك هذا القماش. القماش هذا خطير بس ما ندري عن استخدامه للمستقبل. ما حد استخدمها سنين، ما حد. هذا بس في البداية ممتاز جدا، خاصة لتوزيع الوزن عندك على الرأس. ما تحس في وزن من فوق، ما أدري شلون مسوينها. طبعا أنا مختبرها بدون الكبوس، لا تخافون. توزيع الوزن فيه ممتاز جدا جدا جدا، خاصة لأن وزنها ثقيل. سماعة وزنها ثقيل، وبسبة هذه الطريقة اللي استخدموها ما تحس بالوزن. هذه تعتبر أخف واحدة ما بين كل الكومباتيبلز، ما بين كل الناس اللي ضدها، بس بسبت ان عندها تجميعه الفوم اللي هنا، وفي الام 4 بعد قصوا من الفوم شو بنفس الحركه،
في يجي لي ألم أنا هنا في راسي خاصة الاستخدام فترة طويلة، لازم أرجح شوي قدام ولا قدامي شوي وراء عشان بس أخفف الألم هذا للفترة الطويلة الاستخدام مالهم. أبل يعني قل اللي تقوله إنهم حرفيا حطوا وزن كثير لجهاز لازم استخدمه الطويلة، بس هذه الطريقة ساعدت بقوة، ساعدت بقوة. ما اخترع هذه الطريقة إلا بسبب الوزن. ما هو باختراع جديد، في موجود الكراسي هذول اللي المكاتب أتكلم هي الفكرة موجودة بس أول مرة تنحط في سماعة. يمكن سماعة ما راح نقول لك، بس نتكلم عن المنافسين لهنا. النويز كانسلين، وطبعا هذا على استخدامنا احنا، هذا من الاستخدام اللي جربناه الصغر طبيعي شغله، حاول نتكلم نشغل صوت طيارة على وزني بالضبط في نفس الجلسة. أبل بدون صوت بدون أي شيء طبلة الإذن ماتك فيها ضغط قوي. سوني أفضل، سوني أفضل على الضغط، بس اثنينهم إذا شغلت صوت خلاص يعني نفس الشيء. نفس الشيء إحنا جالسين نتكلم عن يعني أعلاشي في العزل أكثر من كذا، يعني جالسين نتكلم عن 0.2 0.3 ديسيبلز وما أدري وش وشغلات صعبة جدا إحنا نحاول نقفطها. سوني عندها فيها شغلات كثيرة في النويز كانسل، عندها النويز كانسل حق الفري هاندز اللي تتكلم تتكلم يفصل نويز كانسلين ويدخل الصوت وتجلس تتكلم، عندك اللي تحط ايدك، عندك شغلات كثيرة، عندك في النويز كانسلين نفسه حتى لو رفعته كله او اذا شغلت الترانسبيرسي فول كامل الحين خلص من النويز كانسلين. اي خلص من النويز كانسلين اذا هذا من المواصفات موجودة من نفسه، لان هو ترانسبيرسي مالهم نظام واحد الامبيان ساوند، ما هو في نويز كانسلين بس انك توزنه. عندك يعني ambient sound off يعني full noise cancelling، وعندك ترفع شوي شوي. وإذا وتقدر تشغل focus in voices، يعني تقدر يحاول يعزل الباكرون سيارات أصوات شغلات وذيلي وبس يدخل أصوات ناس. هذا قبل ما عندها الحركة ذي. طبعا السوني طبعا إذا شغلتها بس noise cancellation مالها يسوي سكون واحد، وتقدر تطبيق انت وتخليه تسوي لها اوبتمايز سكون، هذه كل السماعات يشتغلون فيها كذا. الاوبتمايز اللي كنت انا اخذها وانا قاعد استخدمها كل شوي يفصل في المكالمه وانا اكلم شخص يرجع يسوي سكون يرجع مره ثانيه، ما الاوبتمايز ما يشتغل اوتوماتيك، لازم انت تضغط الحبه هذه مده او تدخل تطبيق. والحركه ذي ايش تسوي لي انا مثلا يوم استخدمتها؟ انا ما ادري عن اللي تتكلم عن، انا ادري اذا دقيت وكلمت احد في حركه النويز كانسلنج وانا قاعد اكلم واحد وشغل اللي هي وانا قاعد اكلم واحد يسوي تيت وقت الطيطي اعطيك ثانيتين كذا تفصل من المكالمه ترجع تشبك. ما ادري عن انا لا ادري عن اذا رديت على حد قلت لي بالاعدادات انت مشغل شيء اوتو مسوي وقلت يطفى في البرنامج حقه اوتو. لا هذه اذا اوكي هذه اذا طلعت برا يسوي ديسكت، اذا كنت تمشي برا في الشارع ولا شيء شغل النويز كانسل يطفي النويز كانسل. هذا اللي اتكلم عن النقطه، تقدر تحط نقطه في الخريطه. هذا اللي اتكلم عن اللي صارت لي مصيبه انك كل شوي اتحرك ولا شيء يطفي. وهذا بعد موصفه من نفس التطبيق مالهم، تقدر تحطه، ما هو بجديده التطبيق مالهم هذا، تقدر تحط مكان يطفي النويز كانسل، مكان يشتغل النويز كانسل اذا يعرف اذا انت تمشي يعرف انك تنزل شغله ذي كلها. انا عن نفسي اطفيها لان حرفيا انا اقوم امشي بروح الحمام مش بشغل طفى النويز كانسل شغل، ما ابي انا اسمع صوت بزران. انزين ترانسبيرنسي عند ابل شنو؟ ترانسبيرنسي عند ابل افضل جدا بسبب المايك اب طبعا مالينا. ترانسبيرنسي مالها حاله من حال ترانسبيرنسي مال الايربودز بروز. اوكي ايربودز بروز خطيره، ما في افضل. ما في صوت عالي، ما في كأنك قاعد تكلم واحد جوال مع انك تطالع قدامه، مع انه شيء غريب كيف اكلم، تحس انك قاعد اكلمك جوال مايك تعبان وانت جالس قدامي قاعد اطالعك. طيب ما هو شيء طبيعي. هنا خطير جدا، هنا تعبان طبعا مايك معفن، هنا الصوت الاستخدام حتى المكالمات المايك خطير، هنا كويس لسماعة أبل معروفة في أجهزتي كلها في المايكات المايكات الايربودز في البداية حرفيا الشيء الوحيد الخطير فيه المايك. اوكي هنا طبعا من ايام المقارنه مع البوز 700 ممتاز جدا. عندك الاوديوز تدعم تقريبا كل كودك تحت الشمس هذه. اوكي كلهم، ومع الام 4 تقدر تشغل اللي هي دي اس اس اب سكيلينج مع الال داك. فالام 3 لازم تستخدم اي كودك ثاني تحت الال داك عشان تشغل الاب سكيلينج. اوكي ابل ما أدري وش الكودكس اللي تستخدمها، تستخدم اللي هي الـ U1 مالها. طيب أتوقع C اللي هي ACC SBS
تستخدم الكودكس. عندها الجيروسكوب هذا حق سبيشال اوديو، ساعات سبيشال اوديو، عندها سبيشال اوديو بعد 7.1 5.1 ادوبي. هذه الاشياء اللي يدعمون سبيشال اوديو في سماعتها لانها مش موجوده في السوني. ما فيها مع الجيروسكوب. عندها سوني فيها الريجلر ستيريو اوديو اللي هو 3 دي ساوند. 3 دي لا مو 3 دي ساوند، ستيريو اوديو بس 3 دي ساوند شيء ثاني. ما مش موجود فيها ما في 3 دي ساوند ستيريو اوديو يعني أوكي. يميني صار يصار يمين بس هنا يعتبر هذا السبيشال اوديو مع 3 دي ساوند والاشياء هذه. تدعم برضو ادوبي اتموس، دعم ادوبي ابل طبعا ما تدعم لسيري. سوني على حسب ما عندهم الا خيارين، جوجل اسيستنت ولا اليكسا. ولازم طبعا تدخل وتوافق شروط البرنامج عشان ياخذونك، ياخذون الشروط مالينهم. الكنترولز طبعا الكنترولز هنا اللي هي الكراون الحبه، هنا اللي هي تاتش بانل اللي تفتح تنزل. عندنا مشكله في التاتش بانل عامه، اول شيء التاتش بانل مالتك اذا كنت رجل مثلي يعرق صار عندك مشاكل لازم تمسح هذا. ثاني شيء هذا المشكله الكبيره اللي عندنا احنا، تطلع برا سالب 3 سالب 5 سالب 0 ما تشتغل. سالب 0 حلو اوكي كمل. سالب 0 اوكي 0 ما تشتغل، انه يعني التاتش بانل هذا اللي في الزاويه ما تقدر ترفع تنزل، ما تقدر تسوي شيء، خاصه اذا كنت طلع برا ما تبي تطلع ايدك، واذا بتطلع ايدك لابس قفازات. هنا عندك الكراون اسهل لك افضل لك. انا قلت في البدايه نوعا ما مزعج اذا تستخدم كذا، بس اذا شوف إذا انا بعطيك اياها قاعده احسن. انا بعطيك اياها قاعده، اي شخص راح تشوفونه في الفيديوهات يسوي كذا اعرف انه مش مستخدم من اجهزه ابل او ما عنده ساعات ابل. ليش ساعات ابل ما في انسان ساعات ابل كذا على طول اوكي يعني معلي هذا كذا كان قلت لك انا كنت انا قمت اسوي قمت اسوي كذا تقول لي ليش تعب نفسك تسوي كذا سو كذا تقول اوكي. لان حتى في ساعات ابل هنا بس ما في انسان راح يسوي كذا في ساعات ابل كذا في الاستخدام. والهابتك فيدباك اللي يجيك او شيء او اذا حطيتها ما في الصوت اي اللي يعطيك الحساسيه الصوت او شيء في التطبيق دقه خفيف ممتاز مهب عالي جدا بس يعلمك انك تفرغ يعني. موجود عندهم تي 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 في السوني كذا. السوني طبعا مهب لهالدرجه الصوت هذه افضل نوعا ما وصدق انها خفيفه جدا بس افضل بقوه. نتكلم عن السعر اثنينهم والالوان. سوني ما تجي الا ابيض واسود. تبدا 350 عروض في كل مكان الحين. تشتري جوال يعطونك، تشتري ثلاجه يعطونك اياه. ذاك اليوم شفتها في سوق الطيور، اشترى اثنين ديتش ويعطونك سماعه سوني معاها. أوكي. ما ادري ايش فيهم قطونها قطاطه مع انها انا خبري تبيع. ما ادري ايش ينزلون واحده ثانيه، يمكن دائما يبون ينزلون واحده ثانيه. سوني معروفه في دائما لكن يعني نزلت لدرجه الحين سعرها ل 220 تقريبا دولار. 220 تقريبا 220 من 300 وشوي نزلت ل 220. ابل 550 وكل الوان الايباد اير الاساسي الاسود الاحمر اوكي ما ادري الالوان اوكي كلهم الاخضر. الحين علي ندخل على استخدامك مقارنات اللي تكلمنا الحين قبل شوي هذه الشركة اللي تكلمت عنها. الحين نتكلم عن استخدامك عليك. طبعا احنا جالسين في البيت ما نستخدم نويز كانسلين كثير وشغلات، ما جالس برا، ما في الطيارة، ما تسافر، كورونا فايروس الأيام ان شاء الله يعني بعد كم من يوم يخف الموضوع. الله كريم. مع التطعيمات بدخل اول شيء على اللي هي الاي كيو والبيس. اثنين هم البيس مالهم يعني شوية قليل، انا تعرف انهم من الموزنين فوق، بس السوني بيس اعلى من هذه ستاندر. لو توزن اثنين الصوت نفس الشيء وتستخدم نفس الاي كيو او طفي الاي كيو في سبوتيفاي ولا ابل ميوزك، السوني فيها بيس اعلى، صوته شويه اعلى البيس، بس هذه موزونه كويسه ستاندر يعني كويسه جدا. اذا تدخل في الاي كيو كاي سماعه خاصه سماعات هذول مو سماعات ستوديو، الصوت يخترب بقوه في السوني، يخترب بقوه في سوني اذا اخطات في الكيو، اذا وزنيتك مو مضبوطه عادله يعني على حسب طيب. الاستخدام مالك. بس اللي اكتشفت في ابل اوكي الصوت يصير أسوأ بس ما يخترب. طيب مكس الكيو، نزل الكيو، رفع الكيو، سو اي شيء اللي تبيه. اللي اكتشفته ان اتوقع انهم مسوين هذي تعرف يقول لك انها بلانك كانفاس، ان حرفيا صفحه بيضة حق الفنان. اوكي هذا مسوينه صفحه بيضة للفنان، تقدر تاخذ احلى شيء وتاخذ أسوأ شيء، عشان هم بيسوونه مع الاي كيو لكل اغنيه في التطبيق اللي هي الابل ميوزك مالهم. مثل ما قلت لك الاقتراح من زمان، انا من كم من شهر قديم جدا نفس الحركه، انهم يسوون لها
بروفايل اي كيو او اوبتمايز حق السماعه مالينها وسماعين سماعاتهم كلهم لكل اغنيه موجوده في طيب هذا الموجود في الايربودز برو في اكتف اي كيو لهناك لا الاكتف اي كيو هذا اللي يسوي على حسب يوزن الاي كيو على بس انا لا اقول لك الاي كيو لكل اغنيه اوكي الممثل هو او المغني نفسه يمستر اغنيته على هذه السماعه ويحط اي كيو بروفايل لها عشان اذا شغلت هذا إيه؟ بس طبعا الحين ما عندنا اي ليست ولا ندري عن اي اغنيه او اي شيء موجود بس هذه الفكره خطيره جدا ولا وتاخذ يعني علاشي وتاخذ انزل شيء روك نيرفانا سمعت عليها اي سي دي سي تستحمل تستحمل دكتور دري ار تي جي فهذه كلهم في الاي كيو بالنسبه لك ابل تفوز على سوني تفوز على سوني واذا رفعت كل شيء للاسف اقول لكم اذا رفعت كل شيء ذي فيه بيس اعلى من سوني اوكي اذا رفعت أوكي. اذا رفعت كل شيء ومكست الماكس افضل اوكي فيه بيس اعلى من سوني وصوت افضل من سوني هل ان صوت افضل من سوني لدرجه قويه لا لازم تحطهم من بعض وتطلع الفرق بدونهم لا لازم تدخل اي كيو وانت ترفع الاي كيو تمكس الاي كيو على كيفك ذيك الوقت بتشوف الفرق ستاندر سلق بدون اي شيء ما في الحين نرجع للاي كيو نفسه ما في اي كيو نفس الاندرويد حق الجهاز كامل ايه لازم برنامج نفسه تلعب لك سبوتيفاي في اي كيو داخل ايه فانت اللي تتحملت استخدمت الاي كيو في سبوتيفاي بس في الابل ميوزك في بريسيت اي كيو اللي هي بيس كثير بيس اقل بوب روك وما ادري وش وما في تدخل وتسوي كاستم اي كيو لك ما في وستاندر يجي اوف الاي كيو اوف ما تقدر تشغل جيمز اثنينهم ليتنسي عاديه جدا يعني ما اشوف الفرق حاولت يعني اسمع حاولت ما لقيت بلاي ستيشن 5 او بلاي ستيشن عامه ما تقدر تستخدمها فيهم كلها لان مطفين البلوتوث في بلاي ستيشن لكن تقدر تشبكها بواير ما تكلم عن واير مساعد تقدر اي تقدر تشبكها بواير هنا ال 3.5 العادي اللي تقدر تشبكها فيه في سوني عادي 3.5 تو 3.5 لان فيه مدخل 3.5 فيه مدخل 3.5 تشبك على 3.5 وال 3.5 اللي موجود معاها في نفسه هذا وتدعم اغلب الشكل والفتح نفسه طبعا ما هو بداخل كثير فيعني اغلب ال 3.5 يدخلون فيها طيب ابل لا ال 3.5 حتى لو السلك اللي عندك بتركبه ما راح يشتغل لازم تشتري السلك ابل بالعربي اصلا تبي مسوي السماعه ما تبي احد يشتري سلك يعني كلمة اير عند دبل كلمة اير في الأجهزة ايربودز اير الأشياء دي اير دروب كلها وايرلس فأبل ما تبيك أصلا تشبكها بواير لكن قلت لك تبي تشبكها ترى موجود تشتري كيبل ب $35 ليش؟ لأن الكيبل في الداك في نفس الكيبل فالآن ننتظر الثيرد بارتي لو بيسوونها يمكن يسوونها لكن الآن لازم تشتري الكيبل من أبل إذا كنت بتشبكها بكيبل طبعا سوني فيها NFC والM4 تقدر تشبك على جهازين في نفس الوقت وآخر جهاز يرن أو آخر جهاز تطلع من صوت تحول له وعادي تحول ما بين اثنين يعني تشبك جوال واللابتوب الماكس تشبكها على جهاز واحد إذا ما كان جهاز أبل أو آيفون ماك وغيره يعني واحد من أجهزة أبل تشبك على كل أجهزة أبل إذا كان عندك جهاز أبل تحول ما بين التي في والماك بوك مالك والآيباد وغيره تشبكها على أكثر من جهازين أي تشبك على إذا كل أجهزة أبل إذا كان عندك أجهزة أبل الترانسبيرنسي مود فيهم اثنينهم بيمشي مع المايك مالهم حرفيا هذه أكثر من كذا طبيعي ما أقدر يعني ما أنا مخي ما يدخل أكثر من كذا طبيعي أفصخه أوكي. اكثر من كذا طبيعي اجيب الدرل وافتح اوكي يعني اقول لك الحقيقه سوني المايك مالها تعبان من النهايه يعني المايك مالها تعبان كيف تدخل لك صوت ممتاز والمايك تعبان طيب هذا الاوفر اول حقك هذا الاوفر اول زين عندي انا كذا سؤال بقول لك اياه قبل ما نخلص عندي سؤالي هل تنصح اي شخص يشتري الايربودز ماكس لا لان في ناس كثيرين الحين الايربودز ماكس طلع في السوق وجس ناس يتكلمون عنه في ناس كثيرين يعني حتى تشوف واحد من الشباب مشكلة ان الناس الكثيرين الموجودين الحين ما استخدموها بالضبط انا جاي في مثلا واحد من الشباب رسل لي يقول لي اشتري لي ايربود ماكس اقول له انت القى الايربودز مالتك الثاني اللي مضيعها في الديوانيه بعدين تعال تكلم اوكي اشتر لك ايربودز احسن لك في ناس كثيرين ما شروا سماعه في حياتهم بسبب ان ابل نزلت سماعه ودي موجوده في الاخبار والناس يقولون انها ممتازه يقول لك بروح اشتريها تحتاجها تبيها ليش طيب صح حلو كلامك هل تنصح أي شخص يشتري سوني تحتاجها تبيها نفس الحركة
طيب شخص يبي يشتري سماعة كبيرة راس، أجاي لك أنا. تبي تشتري سماعة كبيرة الراس، تبي بيس، عندك سكول كاندي كراشرز، عندك أي سماعة سوني من الإكسترا بيس لاين مالهم مثل الـ MDR مالهم، كم أجيال مدري كلهم تحت على 100-250. طيب. بس بكلمك عن أنا شاري الـ MDR مالتي 200 ريال. طيب 200 ريال. طيب انا بكلمك يعني عن المستوى يعني انا اقول لك يعني اذا كنت بي بيس، لان اغلب الناس عندهم يعني الكواليتي والصوت العالي الصوت الحلو البيس. أوكي. ابي شيء يهزني. ابي شيء يهز راسي. هذا عندك هذا ابي كم عن نويز كونسليشن الاشياء دي على المستوى نفسه. اي العزل العزل فوق عندك، ما في عندك الا عندك سنهايزرز هناك يعني معاهم نوعا ما مع الايج مالهم سوني 700 البوز والابل. انا ما قارن الا سوني والماكس و700. طيب هذه ثلاثتهم هذولي. سوني عندك افضل شويه صوت، افضل شويه صوت ستاندر. ما بتكلم عن اغلب الناس ما بيدخلون على اي كيو. اذا لعبت يكون ابل. اوكي انا اقول لك ستاندر اغلب احسن صوت. 700 ماتيريال افضل من السوني بس مو ماتيريال نفس افضل مثل ابل. مايك افضل من السوني بس مو مايك مثل ابل. فال700 تروح بعيد. اوكي الصوت يا من لانها لان ال 700 نوعا ما نفس ابل فلات. وفي ذاك التطبيق مالهم تقدر تحوس الاي كيو بعد، بس اثنينهم يقول لك ستاندرد اثنينهم فلات. ف 700 نوعا ما قريبه من 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 ابل. اوكي فاذا كنت تبي تشتري ابل بس ما عندك الدراهم ذيك كلها او انك تبي تستخدم اجهزه ثانيه يشتري لك البوس 700، تبقى عندك السوني 700 وحده صج للصوت وعزل فقط. هذا اللي مدققين عليه. صوت كويس وعزلها كويس. والثانية أبل براند، هذا هو شيء، هذا براند رفع لها ماتيريال رفع الدراهم زيادة. تبي تستخدم حق فانشنج بس حق اللي هي أدائها، هذا عندك ذي أدائها ممتاز في جميع النواحي بسعر ممتاز. هذه أدائها أفضل من سوني بجميع النواحي. تدري ترى في ناس بيسبونك ليش؟ لأنك قلت دي أدائها أفضل من سوني. مالي شغل فيك. أنا أتكلم لك. مالي شغل. أنا أتكلم لك ستاندر. أوكي. بس ستاندر. ما يرضون تمدح أبل. مالي شغل فيك. تمدح تغلط على أبل. لا تغلط على أبل يمكن يمدحونه. أنا قبل تقول هذا الصوت هذا دي أفضل. ترى مدحها. قل لهم ترى مدحته. إيه مدحت. أنا أقول لك الحقيقة هذا دي أفضل. أنا الاستخدامي عندي دي أفضل تقارنهم دايركت. بدون ما تحوس بدون شيء هذا دي أفضل. أوكي. اثنينهم دايركت دي أفضل. لكن. هذه بالكاد أسوأ من سوني، بالكاد أسوأ من سوني بس سعرها أعلى. طبعًا أنت قصدك بالكاد نفس سوني. بالكاد نفس سوني ستاندر. نتكلم ستاندر. ايه. وسعرها أغلى. بس أنت لو تدخل أنا هذا اللي بدي أبل تو إي كيو يعني ستاندر على الجهاز كله. بس هم أنا أدري فكرتهم إنه بيخلون المغني هو اللي يوزن السماعة. ايه. بس إذا دخلت أنت وزنت خاصة في سبوتيفاي، سبوتيفاي يعطيك اللي هي الحرية إنك توزنه. وفي بعد اللي ترد بارتي تطبيقات اللي يدعمون مع سبوتيفاي مثل البوم بوكس مثل البيس بوكس أو شيء كذا. إذا دخلت وزنته بتعطيك قوة وتقول لك لا ترفع تمكس كل شيء والصوت ما يصير فيه ديستورشن ما في أي تكسير. اللي متكلمة أصلاً أبل قالت لك لو رفعته ما راح تحس. ترفع الإي كيو كامل وترفع الصوت كله ما في أي ديستورشن. أنا عن نفسي هذه لو جابت لي مثلا نقول لك البيس مال الإكسترا بيس مال الإم دي آر مالتي. حول. طيب وهذا اللي نقصهم في البرو. البرو طبعا اللي هي عندك تاتش باد ما تاتش باد. قصدك لو بينزلون البرو. اوكي البرو تاتش باد ما تاتش باد حرفيا اذا نزلتها هناك ولقيت حل شوي تركد من الوزن شوي مع انها اريح. لا برو ما راح مع انها اريح من السوني. بس يمكن سبورت لو يسوون يشوفون الحي بس برو مثلا تنزل من الوزن وهذه لو انها تصير اريح من السوني بس لو تصير اريح زياده خلاص خلاص انا اقول انا احول يعني ما فالان لو تذكرون الفيديو اللي اول ما شفت انطباعات مالتي اللي نزلته. لا لا ما نزلته طبعا انا في ذاك الفيديو قلت اقول صوتي ما بعدل اللي يكون يحكمونها غلط. ذاك الفيديو انا مشغل اغنية عن طريق اليوتيوب. أوكي. ما كان عندك سبوتيفاي ما كان عندك شيء. انا مشغل اغنية عن طريق فلايباي عن طريق اليوتيوب وحكمت حكم عليه غلط في البداية جدا غلط. اما بعد استخدامي مسكته ورفعت كل شيء واستخدمته بقوة خطيرة جدا. واي وقت بقوم اسمع اي اغنية لو كانت عندي مثلا اقول لك في الغرفة اي اغنية ابي وشي مرتاح انا. طبعا ما في ضغط على ابني بسبب الام دي ار ما ممتازه جدا. انا اروح حق هذه حتى لو فيها اغنيه فيها بيس عالي مثل هيب هوب وغيره صجنا فيها اكسترا بيس هذه بس بروح حق هذه لان هذه اريح بس. طيب
كذا شفت رأي أبل، رأي أبل كذا شفت رأي علي. تكلم شخص يستخدم الأندرويد حتى النخاع يعني، أوكي، أو شخص يحب الأندرويد، شخص مستخدم سوني من زمان في السماعات، مستخدم جوالات سوني أول أصلا، ثلاث سماعات سوني، جوالات سوني، جوالين سوني. المهم ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة واشتراك في حساب سناب شات، شرفوا ضبطكم، وعمل لايك للمقطع ونشر المقطع، ولا تنسون نفضل دعاكم. السلام عليكم.